سيدات وسادة، تاسعة صباحا لكم التحية. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن قادما من العاصمة الفرنسية باريس في ختام زيارة استغرقت 4 أيام، شارك خلالها في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان وقمة دعم تمويل الاقتصاديات الإفريقية. كما شهدت الزيارة قمة مصرية فرنسية بين الرئيس السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون. قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية مايو الجاري، باستثناء قرار فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، حيث تقرر إعادة فتحها شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية. وفيما يتعلق بتواجد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، شدد مدبولي على تطبيق قرارات خفض الأعداد، موجها كذلك بالتوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في جميع المنشآت السياحية. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1160 إصابة جديدة و57 وفاة، كما أعلنت خروج 1003 متعافين من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 183,696 حالة. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى خفض التصعيد بين قطاع غزة وإسرائيل، فيما أعلنت الأخيرة أنها تجري تقييما للتأكد من توافر شروط وقف إطلاق النار. وكان البرلمان العربي قد أعلن في ختام جلسته الطارئة مواصلة السعي لتوحيد الجهود العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني، ودعا مجلس الأمن للاطلاع بمسؤوليته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مطالبا في الوقت ذاته تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية وإعداد تقرير عن جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. ميدانيا استشهد 8 فلسطينيين على الأقل، بينهم رجل معاق وطفلته البالغة 3 سنوات، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة دير البلح وبلدة بيت حنون وسط وشمال غزة، فيما استهدف قصف جوي وبحري لقوات الاحتلال المناطق الغربية والشرقية لمدينة غزة. قد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 227 فضلا عن 1500 مصاب. أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رغبة بلاده في التعاون مع روسيا لجعل العالم أكثر أمنا، وعلى هامش انعقاد مجلس المنطقة القطبية الشمالية. أكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن سترد إذا أقدمت موسكو على أعمال عدائية. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف أن موسكو مستعدة لمناقشة جميع القضايا مع واشنطن إذا كان الحوار صادقا. حققت جولة محادثات جديدة في فيينا لإعادة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 تقدما ملموسا وفقا لما أعلنه المفاوضون المشاركون. وفي ختام جولة المحادثات قال الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا رئيس اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إن هناك اتفاقا بدأت ترتسم ملامحه يتعين فيه التوصل إلى تفاهم بين طهران وواشنطن التي تشارك بشكل غير مباشر في المحادثات حول رفع العقوبات والعودة لبنود الاتفاق. ختام الموجز منتقانا يتجدد على رأس الساعة 10:00. في أمان الله.